الفيديو هذا راح يكون فيديو توضيحي عن انك انت كيف تعمل 3 اصوات تعزفهم في نفس اللحظة، لكن كل صوت باكتيف لوحده. يعني انا اخترت الحين هذا صوت العود ستاندرد زيرو، وطبعا هذا صوت كذلك زيرو، وهذا صوت اللي هو زيرو. زين، كيف تتحكم فيهم وتخلي لكل صوت اكتيف؟ تيجي في المنيو، يطلع لك منيو رقم 1، منيو رقم 2، طبعا انت بتكون في البيج رقم 1، تضغط على شيء اسمه فويس بارت سيت اب، راح تطلع لك الصفحه هذه. الصفحه هاي شو في الليفت وفي الرايت 1 رايت 2 رايت 3. الحين صوت الرايت 1 تختار في شيء اسمه ني اوكتيف، لاحظ لكل صوت اوكتيف، لكل صوت اوكتيف. الناي مثلا هذا العود انا بخليه ناقص 2، اجي عند صوت رقم اللي هو رايت 2 بخليه مثلا ناقص 1، اجي عند صوت بار 3 اللي هو صوت الناي بخليه مثلا الاكتيف ماله يكون زايد 2 فوق. الحين لكل صوت اصبح اكتيف. شوف الحين تختارهم مع بعضهم، راح نشوف كيف يطلعون. طبعا هذه في ناس يحبون يستخدمون هذه الميزة، وهذه الميزة موجودة لكل صوت يكون له اوكتيف لوحده. شكرا.